يبارك في كل من ساهم في هذا الجهد معناه المحمدي ولو حتى بقطرة عرق، ربي يحفظهم وربي يكرمهم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الحمد لله وشكر لله. طيب انتهينا، معناها هذا انتهى نهاية اليوم، تبدأ عملية التنظيف والاستعداد مع حرائر تونس. عنا مجموعة كبيرة من النسوة تقوم بعملية تنظيف، معناها كل المواد وجمع الكراسي والطاولات وتنظيف كل ما يمكن تنظيفه. هذا معناها من واجبات معناها العمل. ثم عندنا مجموعة كبيرة معناها تجي في آخر الوقت بعد صلاة المغرب، يقوموا بعملية معناها تجميع هالماتريال هذا كله. الحمد لله وشكر لله، وربي يبارك في كل من ساهم في هذا الجهد معناها المحمدي ولو حتى بقطرة عرق، وربي يبارك في كل معناها هالمجموعة هذه من حرائر تونس، ربي يحفظهم وربي يكرمهم. وكما أكرموا معناها في مائدة الرحمن ضيوف هالصائمين، ضيوف الصائمين كل الحمد لله نشوف فيهم هاو كل واحد يقوم بعمل وتوزيع معناها المهام تتم معناها من طرفهم كل تلقائية، وربي يبارك إن شاء الله وربي يحمي تونس.